إذا كان الفكر هو يلي مسيطر، هل يعني أغلب الناس تتبع عقلها أكثر من قلبها؟ نعم، مو تتبع عقل، تتبع الجسد الفكري الذي برمجت عليه كذا، تتبع الجسد الفكري الذي برمجت عليه. وإذا كان عندنا الجسد المشاعري مش مدمر، في الغالب هذول الناس يتبعون أكبر شعور سلبي. يعني يكون عندي جسد الفكري متبرمج على شيء معين، متبرمج على مجموعة من الأفكار، من المفاهيم، من المعتقدات، فخلاص يمشي عليها ما يناقشها، فهي اللي تسير حياته، هي اللي تسيطر على التجربة الأرضية. زائد مين بعد يسوي كذا شوية ملح وشوية فلفل؟ أكبر شعور سلبي، أكبر شعور سلبي، وهذا يبين معنا في خريطة المشاعر. أكبر شعور سلبي مسيطر برضه هو يكون معطي جو للتجربة الأرضية. فبهالطريقة أغلب الناس يسيرون بهالطريقة. يعني خلنا نقول، وعلى فكرة في الغالب الناس يسيرون كجماعات في الشعور وفي الفكر، بمعنى أنك ممكن تلقى قبيلة أو مجموعة أو دولة كلهم أو أغلبهم عندهم مفهوم معين للشيء، أو عندهم فكرة أو معتقد عن شيء معين، وبعدين تلقاهم على مستوى معين من المشاعر. في الغالب المجموعات في الغالب تعيش في مستوى متقارب، بمعنى أنك ممكن تلقى دولة تعيش في حالة خوف وعندهم برمجة فكرية معينة، فخلص هم واضحين، تقدر تسوي لهم يعني برمجة بكل بساطة وسهولة. يعني عندهم الجسد الفكري مسيطر وفقا للبرنامج اللي متعارف عليه، الكل يعرفه لأنهم كلهم يمشون نفس الطريق، وعندهم شعور واحد هو المسيطر على المجموعة. أو ممكن تلقى مثلا دولة الشعور المسيطر هو الغضب، طول الوقت يصرخون ويهاوشون ومعترضين ويبغون يصفقون بعض ويبغون يتضاربون، يبغون كذا يعني بمجموعهم تلقاهم مسيطر عليهم الغضب. وبنفس الوقت تلقى فيه يعني رتم فكري في الجسد الفكري معين. فواضحين الناس بمجموعهم، واضحين مش غامضين. إذا العقل أو الدماغ هو مسؤول عن الفكر، من المسؤول عن المشاعر؟ القلب. القلب هو إذا إحنا نبغى نفترض إنه في مقر للجسد المشاعري، نبغى نفترض هذه الفرضية إنه في مقر في الجسد المادي للجسد المشاعري، فهو القلب. القلب هو المقر. لكن خلني أذكرك إنه المشاعر موجودة في كل مكان، في كل الجسد. كل الجسد موجود فيه مشاعر، كل جزئية من جسدك فيه شعور، كل جزئية فيه شعور وتختلف، ولها اعتبارات من تجربتك أيضا، وين تكدست هذه الأشياء وين راحت حسب تجربتك. وراح تلقاها إذا كنت تراقب جيدا، راح تلقى لما مثلا تشعر بشعور معين راح تلقاه في جسدك، ما هو يعني بعد سنوات ولا بعد وقت، لا، في نفس اللحظة اللي تحس بالحب اسأل نفسك وين 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 الشعور. في نفس اللحظة تحس بالخوف اسأل نفسك وين 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 الشعور، راح تلقى مشاعرك في كل مكان. بس طبعا في الغالب لأن احنا مشغولين هنا ونفكر وكذا، في الغالب ما ننتبه كيف اتصال جسدنا المشاعري مع جسدنا المادي، وين المواضع اللي احنا نحس فيها وننتبه لها. مرات انا، هذا شيء شخصي، مرات أشعر بالجسد المادي وأتلخبط بالشعور، أتلخبط بالشعور، ما أعرف هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا. فلما أقول وين الآن في الجسد،
ألقاه أو عرفته هذا كذا. يعني خلنا أقول لك مثال، مثلا تجيني مثلا خلنا نقول حالة غضب، بس إني ماني عارفة هي بالضبط غضب ولا قلق ولا قهر، ومرات تتداخل المشاعر مع بعضها، فأبغى أعرف الآن إيش الشعور هذا، فأقوم أراقب جسمي وأشوف وين الاختلاف. ترى مو ألم، موش بالضرورة ألم، ممكن يكون تحسن في حركة دم أو برودة أو حرارة أو قشعريرة أو نغزات، تختلف من شخص آخر. فمثلا أقول أوكي أحس في حرارة هنا في كتفي، أقول أوكي هذا هو الغضب أوكي، مدامها هنا هذا هو الغضب. فيساعدني إني لما أنا أكون متصل وأعرف وين المواضع في جسمي أعرف وش الشعور بالضبط، يساعدني إني أعرف وش الشعور بالضبط. سؤال جميل من ليلى تقول: هل يتغير جسدنا المشاعر بتغير العمر أو بتغير المكان أو بتغير الأشخاص؟ الجسد المشاعري كثير حساس ويلتقط طوال الوقت، يلتقط الأشخاص، يلتقط المكان، يلتقط الزمان، يلتقط الاختلافات. لكن إحنا في الغالب ما نسوي داونلود للمعلومات، فعشان كذا لا تتطور أجسادنا المشاعرية، ما نسوي داونلود، يعني نخليها محصورة في مكان معين ولا نفهمها، ما نطور الأمر إلى أن إحنا ندرك هذه المشاعر وندرك شو اللي قاعد يصير. الجسد المشاعري يتأثر بكل شيء، كل شيء، بكل شيء يتأثر، كل شيء. من يوم كنت في بطن أمك كل شيء مر هو موجود في الجسد المشاعري، شعور، الإحساس اللي مر عليك، وتداخلاته أيضا مع المشاعر الأخرى. هل يتغير جسدنا المشاعري؟ طوال الوقت يتغير، وهذا يخلي الجسد المشاعري انه عنده أهمية مضاعفة عن الجسد الفكري والجسد المادي، انه هو طول الوقت يتغير، طول الوقت يتأثر، طوال الوقت في أزارير تنضغط يا جماعة في لوحة التحكم، طوال الوقت في شيء ينضغط. لكن تعال خلنا نشوف الجسد الفكري. عندك فكرة مؤمن فيها ولا معتقد متورط فيه؟ الله يقعد لك قاعدة شيء، يعني تحاول تعدل تبد، يا أخي تكفى يا أخي، هذا المعتقد اطلع برا، والله وليت منك قاعد. أو عندك فكرة ومعتقد وشكله جيد، شكله يعني يخلي التجربة الأرضية أحسن شوي، تفضل يا أخي الفكرة الجديدة، تفضل خليكي مضافة عندي في التجربة الأرضية، أيتها الفكرة الجيدة الله يخليك ادخلي عندي، أيها المعتقد الجيد، مفهوم ممتاز والله جيد هذا مفهوم، تكفى ادخل عندي، تكفى ادخل يعني ساعدني على هالتجربة الأرضية. ولا يدخلون صامدين، الفكرة هي نفسها القديمة اللي انزرعت فيك تظل يعني صامدة، يعني لما تسوي لها يعني شيء يعني عاصفة هوجاء عشان تشيلها وتقتلعها، ويحتاج لك عاصفة ثانية عشان تجيب لك معتقد ولا فكرة وتقول لها كذا. فمو سهل، يحتاج لنا احنا وقت، يعني لما نقلب أفكارنا ونفكر فكرة جديدة ونقتنع فكرة جديدة ونغير ونشيل ونحط. بس تعال على المشاعر، في ضغطة زر يعني نفتح فيلم، خلنا أقول لكم مثال، نفتح فيلم كلش مو مقتنعين بالفكرة اللي فيه، بس نصيح نفتح فيلم مو مقتنعين بالفكرة اللي فيه، مش مؤمنين بالفكرة اللي فيه، الفكرة اللي فيه يعني يحتاج لها كثير يعني عواصف وكثير كذا، بس نصيح يعني بكل بساطة
بكل بساطة. فأنت تقولين هل هو يتأثر بالمكان، يتأثر بالأشخاص، يتأثر بالعمر، كل شيء يتأثر، كل شيء يتأثر. الجسد المشاعري كثير حساس، بل ويحتاج يعني هو جسد يحتاج إلى كثير من الحماية، كثير يعني كثير. عندنا إحنا مشغولين بحماية أجسادنا المادية وحماية أجسادنا الفكرية وبحماية أجسادنا الطاقية، كثير مشغولين إن نحمي الجسد الطاقي، كثير كثير مشغولين إن نحمي الجسد المادي، كثير مشغولين إن نحمي أفكارنا. لا لا حد يقول لي فكرة يضحك علي، لا ترى يضحكون علي، دائما خايفين إنه أحد يعني يضللنا بالأفكار. لكن تعال، أنا صراحة أحافظ على مشاعري، ما أبغى أروح لهذا المكان، أنا أحافظ على مشاعري. لا، مش موجودة، مش موجودة. أنا ما أقرأ الكتاب هذا لأنه ممكن يلخبط أفكاري، موجودة، لكن أنا ما أبغى أقرأ هذا الكتاب لأنه يلخبط شعوري، مش موجودة. أنا ما أبغى أشوف الفيلم هذا لأنه يأثر على مشاعري. أنا ما أبغى أقابل هذا الإنسان لأنه يزعجني مشاعرياً، مو موجود. وقس عليها كل حياتنا. فالجسد المشاعري هو كثير 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 مهم في تجربتنا الأرضية، لكنه كثير 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 مغيب، كثير مغيب. يعني كأن عندنا إجماع سري إن 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 نتجاهل هذا الجسد، كأننا نقول إيه، طنشوا الجسد المشاعري، خلوا على جنب، طنشوا، مو مهم، ركزوا على الأفكار، ركزوا على ما المادة، وش نلبس، وش ناكل، وش فلوسنا وكذا، ركزوا. إذا مرة خلونا نركز على الجن، برضو فرصة جيدة نركز على الملائكة، نركز على الجن، نركز على العوالم الأخرى، الأبعاد الأخرى. بس يعني جسد مشاعري، يعني معنى أهم شيء هو في تجربتنا الأرضية. مرات عشان الفكرة نجرح المشاعر، صحيح يعني مرات يمكن سبق اني قلت هذا المثال قبل، تجي واحدة تقول لي انا يعني ابغى اتواصل مع الملائكة، ابغى اتواصل مع الجن وكذا، واني بدأت وسويت تمارين وكذا، بعدين خفت، وبعدين ما اعرف ايش. واو، طيب يعني شعورك مو مهم؟ خفتي وارتبكتي وتلخبط شعورك وجسدك المشاعري، يعني دخلت أخماس في أسداس ودخلتي مشاعر على مشاعر، مو مهم؟ لكن مهم إني أقابل جني. ليش؟ الله أكبر، وشو بيسوي هالجني؟ الله أكبر، وشو بيسوي؟ وش بيسوي هالشيء اللي جاي من العالم الآخر؟ وش بيسوي؟ ما رح يسوي شيء ولا شيء.